انا كنطلب منهم الله يجازيهم بخير يعطيوني فين نسكن، ما عنديش فين نسكن. راه جايين قالوا خرجوا ما عندناش فين نسكنوا، يعطيونا غير فين نسكنوا الله يجازيكم بخير، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا حتى واحد، ما عارفين حتى واحد. الله يجازيكم بخير، شوفوا من حالتنا وشوفوا ولاداتنا المدرسة جاية ما عندنا فين نمشيو، الله يجازيكم بخير. أول ما سقط الخبر نهار الثلاث مع العصر جاني بحال الصاعقة، ما كنتش ننتظر، مسقر أنا وليداتي 15 عام هذه، ملي جا جبالة باش داز معينة قالنا يعني توصل بها قائد المسؤول، القائد قال لك أودي توصل بهم للدار، قال لي هاد الناس خاصهم ما يباتوش في الدار. أنا تصدمت كيفاش ما عنديش فين نمشي، دابا الناس حاليا حوايجي غير في الريدو. كناشد المسؤولين يديروا معنا شحال، ما عندي ملك ما عندي والو، مشرد من الخدمه سدات، انا من شهر ثلاثه وانا مريح، ما عنديش والله ما عندي ونحلف اي، ولكن كناشد المسؤولين اللي كلمهم سيدنا يديروا معنا شي حل. كنخلص الواجبات ديالي، مستقر انا وليداتي، ما عندي ملك ما عندي حتى شي، عندنا الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى وصاحب جلاله. 20 عام انا ساكن دابا، صبحنا في الزنقه. أنا والوليدات، عندي ولد والمرأة، يعني. ديك النهاريات ملي خرجنا كنحسو بأسميتو، ما عندناش فين نسكنو، ما عندناش كنشوفو حالتنا مشردين، وكنشوفو فين غنمشيو، ما عندناش، الله يجزيكم بخير، ما حنا تا الناس هما اللي يرحبوا بينا، تا قالك أجيو تريحو عندنا تا تلقاو فين تسكنو، الله الله غالب. انت كتشوف اسيدي راه مشردين بناتنا، ها الناس راه المليوحين عندهم الحوايجنا، راه لاحيهم هنايا، حتى شافونا الناس قالوا دخلوا حتى تشوفوا واش غديروا. كنطلبوا اسيدي شي مسؤولين وشي حاجه يشوف مين، يشوف لينا شي حل، يشوف لينا فين نسكنوا، راه ما عندناش، ما عندناش باش نكلوا، ما عندناش باش نعيشوا. الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي حاجه الله يجازيكم بخير. يا السلطه يا الملك، عيش الملك، عيش الملك، شوف لينا شي حل، ما عندناش فين نمشيو، الحوايجنا مليوحين، ولادنا مشردين، ما عندناش فين. تصدمنا نفسانيا، انا مريض، المولى الدار راه مريضه، وما عنديش دابا فين نستقر، عندي بيت عطاو لي الناس دابا فين جالس جمع فيها حويجاتي، والصباح كنوض وكل واحد فين كيمشي، كنضلوا في الزنقه وكنرجعوا لذاك البيت كنستقروا به. ما لقيتش خويا فين غنمشي، الصراحه مزيانه. واش غنقول لك، هذيك النهاريات انا مرضت نفسانيا، والله الا خويا هذا لحالي انا مرض، وكنخلص الواجبات ديالي شهر بشهر، كنصبر في الجوع ديالي وكنخلص الواجبات ديالي، وهذا الشيء اللي كاين خويا. ما لحد الان احنا مرض، وكنطلبوا الناجدوا المسؤولين يديروا معنا شي حل، كنناجدوا المسؤولين من هذا المنبر هذا، كنناجدوا المسؤولين يديروا معنا شي حل في اقرب وقت. تفضلوا عندي ثلاثه البنيات، وحنا كنضاربين وكنخلصوا الكرا وغاديين مع الوقت بالزمن، ما عندنا ما نديروا، وحنا الله يجزيكم بخير، حنا مشاردين وليداتنا مشاردين، والله غالب. فين انا كنت في الميناء، جوج جيت قالوا الناس عباد الله كلشي كيتغوت، انا الدار غاتريب، الدار غاتريب، قالوا لك راه الدار في السوق. ها المحسن الله يجازيهم بخير، هما اللي خرجونا، كل واحد في مليوح في الجيران. راه انتم ما جيتوش ديك النهارات ملي تلاحوا حوايجنا هنا وتلاحوا سميتو، ما عندناش فين نمشيو، انتم كتشوفوا الدار كي دايره. جاي خويا ما عندناش فين غادي نمشيو، فين غنتشردوا، راه حنا مشردين لحد الان وما عندناش فين، جا البرد والشتا جايين، فين غادي نمشيو حنا وليداتنا، عندي ثلاثه ديال البنات، فين غنمشي؟ ما عنديش خويا فين نمشي. و انا ماشي مواطن، ماشي من حقي خويا، راه ضروري خاصني انا نستافد، ضروري ياك سيدنا هو اللي خرج خرج المعاين، خرج الاستفاده، خاصنا نستافدوا بحالنا بحال المواطن، اي واحد كاين في اي بلاصه كيستافد المواطن، حتى حنا خاصنا نستافدوا. والله ما عندنا، لا بقينا في الزنقه دابا، حاطين ها الحوايج في محل عند واحد الناس، صافي قسم بالله الا لقينا في الزنقه. ساكنه هنا 11 عام، ما عليا ما بيا، مشيت للمينا، جيت قالوا لك راه الدار في افراغ، راه غطيح، انا ما عندي فين نمشي، وعندي ثلاثه د البنيات، والراجل ما خدامش، انا عاد الميناج، ودابا احنا مليوحين في الزنقه، ولادنا وحنا مشردين، ما عندنا كي نديرو، مول الدار ما دار معانا والو. راه كنخدمها في قهوه، مره مريح، مره خدام. ودابا راه مريح حنيت. رجعنا مول الدار، قال لك اودي راه صفتو القيد، قال لك تخويو. وحنا ما
قال لك تخوي، قلت له لا ودي علاش، قال لك راه القايد قال لك خصكم تخوي راه الدار غتريب وحنا ما عندناش فين نسكنوا، وحنا مشردين عند الناس ووليداتنا عند الناس، ما حنا ما فحالناش وحنا ما خدامينش مريحين كخدمه عند الناس طال المعشو. انا كنت عاكاري وهاد الثمن اللي كنت كاري به ما غيكريش ليا في شي بلاصه اخرى، وما عنديش ما خدامش لحد الان ما خدامش، انا موقف على العمل من شهر ثلاثه، انا توقفت الشركه اللي كنت فيها راه سدات مره ما خدامش، كنخدم دابا غير النهار، بعض المرات نخدم مرات مرات، درت البيع والشراء ما جابش الله، ما قدرتش على على الزنقه وعلى الكروسه في الزنقه اخويا، ما قدرتش عليهم، ولحد الان انا بارك على بارك، ما كنمشي كنصور النهار ديالي بالنهار ونجي كان المهم الواجب الشهري ديالي راه كنعطيه المده، ما عمر كيتساني شي حاجه الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.